واحد بيقول انا شاب عمري 25 سنة وما زلت احب طريق الرهبنة، ولكن الاهل لم يوافقوا على ذلك، واب اعترافي قال لي انتظر الرب، واليوم ابي ذاهب الى البلدة يريد ان يخطب لي من يراها مناسبة لي. هو انت كده يعني يجيبوا لك اي واحدة يجوزوك بدون اخذ رأيي؟ بيقول فماذا افعل حيث لا استطيع الزواج ومع ذلك لا اقدر ان اخالف ابي؟ لا انت حر انك انت تقول ما تتجوز، سواء هتروح الرهبنة او ما تروحش الرهبنة، لازم تكون موافق على اللي يخطبها لك. وحتى من شروط الزواج الموافقة، لأن من أسباب بطلان الزواج أيضا لو تم بدون موافقة لا مفرش. بس يعني أبوك معتبرك لسه طفل صغير بحيث يجوزك غصب عنك.